هتجاوبني بما يرضي الله؟ بما يرضي الله. ماشي. الزمالك النهارده او مستشار مرتضى منصور ما رضاش يلعب الماتش عشان خايف يتغلب فيضيع فرحه السوبر والسوبر الافريقي؟ لا طبعا. بما يرضي الله. ما انا بقول لك بما يرضي الله، هو خايف على لعيبته وخايف اكتر من ماتش الترجي. هو عارف ان ماتش الاهلي ملوش اي قيمه بالنسبه له، لا هيقدم ولا هياخر حتى لو كسب. حتى لو خسر. ايوه الاهلي. بس هو مش عايز يرهق لعب. لسه كسبان الاهلي فعايز يفضل موجود. يا حبيبي كسبان. سيبك من الكلام بتاع الجماهير اللي قاعده في أنا الشارع. بسألك. دي. أنا بسألك. لا انا بقول لك هو الراجل باصص لقدام، عايز ماتش الترجي، عايز يوصل، عايز يعمل انجاز في افريقيا. هو دلوقتي امنيه حياته ان ياخد افريقيا. فعايز ايه؟ بيريح لعيبته.